ومن الرياضة انضم الينا البحث والخبير في شؤون شرق اسيا دكتور جلال حيب. اهلا وسهلا بك دكتور. يعني الإدانة بحسب المتحدثة باسم المفوضية بأنه يغلق باب الحوار السياسي، ولكن هل تبقى هناك اي هامش للمراوغة في ظل هذا الحكم، خاصة بعد سيطرة الجيش على النظام؟ لا أعرف ما هو القصد بالمناورة أو المراوغة بالنسبة لسان سو تشي. أعتقد أن مستقبلها السياسي انتهى. السيدة في 76 من عمرها تواجهها عقوبات وقضايا تقريبا اليوم. حكم اليوم هو يتعلق بقضيتين اثنتين، وهي يعني مثيرة للسخرية نوعا ما، لأن الآن اليوم تحاكم يعني دعوة الناس إلى عدم احترام إجراءات الحجر الصحي بسبب كورونا، في الوقت الذي نسي العسكر أن هذه الدعوة كانت كردة فعل للانقلاب العسكري في 1 فيفري الذي أوقف المسار الديمقراطي في ميانمار بعد فصحى ديمقراطية قصيرة بخمس أو ست سنوات. فبالنسبة لسان سو تشي أعتقد أن موضوعها انتهى. أنا كنت أتابع يعني عدة تحاليل من بعض الزملاء في قنوات تلفزيون أخرى، وهناك من يقول أن لا زال أمامها مستقبل سياسي. أنا أختلف تماما مع هذه الفكرة. طيب شيء انتهى. تحدثتم عن فصحى ديمقراطية لست سنوات، لماذا تخلى المجتمع الدولي عنها خاصة الغربي؟ سؤالك جيد جدا، شكرا جزيلا. تخلى عنها المجتمع الغربي لسبب بسيط جدا، أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن وراء المجتمع الغربي عجزت تماما على فعل أي شيء وعلى تغيير الوضع في ميانمار. عجز على تسليط أي نوع من الضغوطات، سواء ضغوطات سياسية أو اقتصادية أو حتى عسكرية، على يعني رئيس المجلس العسكري مين هلين. الثغرة الوحيدة التي نجحت فيها رابطة جنوب شرق آسيا كانت في شهر أبريل الماضي، عندما انتزعت من رئيس المجلس العسكري خريطة الطريق بخمس نقاط التزم فيها بالعودة إلى المسار الديمقراطي، ويعني رفع العقوبات المسلطة على شخص سان سو تشي ومن معها. هل التصريحات العنصرية لها أغضبت بعض الدول، خاصة فيما يتعلق بالمسلمين؟ هذا يعود بنا النقاش الى مساله سان سو تشي ويعني حياتها السياسيه وماضيها السياسي ومستقبلها السياسي. سان سو تشي، لا ننسى ان سان سو تشي ذهبت الى محكمه الجنايات الدوليه لتدافع عن الجيش ضد ما اتهامات ب يعني ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه في الحمله التي شنها الجيش البورمي في شهر اود 2017 ضد يعني اقليه الروهينجا وتهجيرهم تقريبا اكثر من مليون شخص والتنكيل بهم. سان سو تشي ذهبت الى محكمه لاهاي، لا ننسى ان ذهبت محكمه الجنايات الدوليه ودافعت بشراسه عن الجيش، لكن هو الجيش البورمي او جيش ميانمار الان يجازيها او يكافئها بالسجن وهي في العمر من 76 سنه بعد ان قضت 15 سنه في الاقامه الجبريه، ولا ينتظرها الا يعني الاحكام التي تنتظرها يعني لا زالت تتعلق تقريبا ب 11 قضيه، وهذه ال 11 قضيه الحكم المجمع لهذه القضايا كلها من منتظر ان يكون اكثر من 100 سنه. شكرا جزيلا لك سيد جلال حيم، الباحث والخبير في شؤون شرق آسيا، كنت معنا من الرياض.